كابتن محسن يعني كلام واقعي، يعني زي اللي حضراتكم قلتوه، هو يعني قاله مستر كولر بعد المباراه ان الاداء كان سيء في الشوط الاول، لولا محمد الشناوي كان النادي الاهلي ممكن يواجه صعوبات، والشوط الثاني الشكل تغير والتغييرات النهارده يعني كانت بدري واسفرت عن تغيير النتيجه. هو بالفعل احنا لاحظنا انه الفريق ريح بعد الهدف الاول وبدا يتكاسل في القيام بالواجبات المزدوجه. الواجبات المزدوجه ايه؟ انا معايا الكوره بهاجم، انا معيش الكوره بدافع. فاصبح كل لاعب بتجيله الكوره او اللي جنبه بيجيله الكوره بيتجه للهجوم، وعند فقد الكوره لا يعود للدفاع، وبالتالي بتبقى في زياده عدديه من لاعبي سيراميكا على وسط الملعب بتاع الاهلي، اعطتهم المساحه والسيطره، وبالتالي تشكيل خطوره وفرص. استمر الوضع ده لمده يعني ليست قصيره، اكثر من 20 25 دقيقه في الشوط الاول نجحوا في ان هم يتعادلوا ويعودوا للمباراه. لو كنا بدانا الشوط الثاني بنفس الاسلوب ده كنا هنخسر المباراه، لانك انت طمعت الفريق المنافس، اديته المساحه، اديته الثقه، وفي نفس الوقت فريقك مش لاقي المساعده منك. المساعده منك ايه؟ انك انت تعرف في الفريق في حاجه الى ايه. فالفريق كان في حاجه الى عقل، تغييرات مبكره اسفرت عن تغيير النتيجه، عقل يقود وبشكل مبكر. فالدفع بقفشه كان قرار صائب 100%، التوقيت كان ممتاز، وبالتالي قفشه نجح بالفعل في القيام بالدور المنوط به اللي بيعرف يأديه، بل افضل مما كان مطلوب منه كصنع لعب، كصنع اهداف، كسيطره، كمركز توزيع.